احبائي في كل مكان، برحب بيكم وحلقه جديده مع صلوا كل حين ولقاء جديد بمزمور من مزامير داود. والنهارده هنبتدي القسم الثاني او الكتاب الثاني من سفر المزامير، وقلنا انه الكتاب الاول للخامس هما اسفار المزامير كلها، خمس كتب او خمس اقسام بالتوازي مع خمس اسفار موسى الخمسه. سفر التكوين من يقابله من المزامير، المزامير من 1 لغاية 41. سفر الخروج يقابله في المزامير من مزمور 42 ل 72. والنهاردة هنبتدي أول مزمور في الكتاب الثاني، وبيعتبروا ده هو مجموعة الوصف العلاقة مع الله. الأول كان بداية العلاقة مع الله، الثاني زي سفر الخروج كده الخروج للتمتع بالعلاقة مع الله، وهيبان ده كتير في المزامير ما بين 42 ل 72. مزمور النهاردة هو المزمور الأول في المجموعة الثانية أو القسم الثاني من المزامير. يبتدي كده ويقول: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. بيعمل مقارنة زي ما الغزال بيشتاق أنه يلاقي المية عشان يقعد في المية ويشرب منها ويستمتع بيها، هكذا تشتاق النفس إلى الوجود في حضرة الله. وداود بيخاطب ربنا يعني يناجي ربنا بهذا الجمال وبهذه الاشتياقات الروحية: أنا مشتاق يا رب ليك زي اشتياق الغزال إلى جداول المياه. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. أنا عايش يومي وشاعر بالعطش أني آجي أكون في محضرك. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ امتى اقدر ابقى قدامك؟ البعض يشتهي انه يروح مثلا دير من الاديره، البعض يشتهي انه يزور الاراضي المقدسه، البعض يشتهي القداس انه يروح القداس ويصلي ويسبح في وسط الكنيسه ووسط الناس، البعض يشتهي قاعده مع الانجيل، البعض يشتهي وقفه صلاه، البعض يشتهي خلوه حلوه، البعض يشتهي خدمه جميله يشوف فيها ربنا ويشوف فيها اولاده. امتى يا رب؟ امتى يا رب احقق ده؟ وهذه الاشتياقات وهذه الشهوات الروحية زي ما هيقول دلوقتي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك. الدموع لما تبقى خبز يعني أنت بتتغذى بيها، خبز ده بيغذي، فلما تبقى دموعك سر تغذيتك أنك بتبكي دموع روحية بتقربك أكتر من ربنا، مش دموع الحزن أو دموع الندم أو أي نوع تاني من الدموع، لا، دي دموع مقدسة بتاخدك لمحضر ربنا، دموع بتفتح جواك منطقة بقول له: رب أنا عايز أكون عندك أكتر، أنا بتغذى على الاشتياقات دي، والاشتياقات وصل لدرجة أني بقول لك: يا رب أنت فين؟ أنا عايز أبقى قدامك. ومن الناحية التانية بيقولوا لي: هو فين ده إلهك؟ أنا بقول لك أنت فين عشان أبقى في محضرك، والتانيين بيسخروا مني أنه إلهك مش بيعمل حاجة في حياتك ليه؟ هم مش فاهمين ولا شايفين قد ايه هو عامل جوايا انا قبل ما يعمل اي حاجه في اللي هم شايفينه. هذه الحاله من الالتصاق بالله، ازاي نفسي اكون معاك. احنا جايين من كنيسه هي اللي قدمت الرهبنه لكل العالم، ازاي ولادنا اشتهوا الحياه بالكامل مع الله والخروج عن العالم للتواجد الدائم في محضر الله، ومن جوه الرهبنه ازاي اشتهوا حياه الوحده، وإزاي الإنسان بيصعد في هذا السلم نحو الله لغاية لما يبقى شبعه وحياته وأكله وشربه هو الوجود الدائم في محضر الله. هذه أذكرها فأسكب نفسي علي، لأني كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد. جمهور معيد بيقول: أنا فاكر جمال الوجود في وسط جماعة الله، وإحنا كلنا بنعيد لربنا وبنسبح وبننادي بأصوات ترنم وحمد جوا بيت ربنا. أفتكر زمان حد من اللي كانوا معانا في الكنيسة جات له هجرة وسافر في بلد ما فيهاش كنيسة، وأقرب كنيسة كانت على بعد 3 ساعات، فبعت لي جواب بيقول لي أنه أشكر ربنا على الكنيسة اللي موجودة 5 دقائق من بيتكم، احنا بنسوق 3 ساعات عشان نوصل كنيسة ناخد يعني البركة بتاعت حضور القداس ونتناول ونرجع سايقين 3 ساعات تانيين. انه قد كده في اشتياقات عندنا ان احنا نروح لربنا حتى ولو كان
3 ساعات سفر بس احضر قداس. وقد كده في الاوقات دي بيفتكر الانسان الكنيسه اللي كانت على بعد دقيقتين منه، وياما صلى وياما خدم وياما سبح وياما رنم وياما شبع واتغذى روحيا. داود بيقول بفتكر الحاجات دي واسكب نفسي عليا انه الله يا رب على الجمال اللي انا عشته، ايه الايام الحلوه اللي انا اختبرتها معاك دي. عشان كده اذكر خالقك في ايام شبابك، لانه بيقعد عندك رصيد تعيش بيه وتتمتع بيه ويزقك في حياتك اللي جايه دايما تجاه ربنا. يقول كده ليه البدايه دي جميله، عشان الايه اللي جايه دي: لماذا انت منحنيه يا نفسي؟ بيسال نفسه مالك تعبانه من جوه ليه؟ لماذا تأنينا فيا؟ بيخاطب نفسه، حتى جواه فرحانه بربنا قوي وحتى جواه موجوعه ومحنيه. فالجزء اللي جواه مسبح ومرنم بيقول الجزء المحني فيه ايه بس؟ ليه الوجع ده كله؟ ليه الانين ده كله؟ ارتجي الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه. بدل الانحناء والالم والوجع والهم، بص على التسبيح الجزء الثاني من حياتك في ربنا، وازاي انك ترتجي خلاص وجهه وانك لسه بتحمده وبتشكره على نعمة وجوده في حياتك. خلي الاشتياقات الروحية هي اللي تقودنا في زمن انحناء النفس، لان انحناءات النفس متكررة واوجاع النفس متكررة، بس كمان تعزيات ربنا وشبعه ليا متكرر ولا يتوقف. يا إلهي، واخد بقى الجزء ده ورايح بيه لربنا. هو الأول وصف أشواقه لربنا واتكلم مع نفسه وقال لها عندنا أشواق ناحية ربنا، بلاش الانحناء والضعف ده، وبعدين ابتدى يكلم ربنا. يا إلهي نفسي منحنية فيا، بيشكي له نفسه، أنا رب جوايا حتة موجوعة ومكسورة بتئن، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون، من جبل مسعر غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك، كل تياراتك ولججك طمت علي، بالنهار يوصل رب برحمته وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. أنا غمر ينادي غمر، موجة بتنادي موجة على مياه النعمة اللي انت غرقتني فيها. النفس منحنية بس أنا دلوقتي بقولك أنا عايش برحمتك، أنا عايش ببركتك لي، أنا عايش إنك بالنهار يوصي رب رحمته وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. أنت بترحمني وأنا بصلي لك بتسبيح، أنت إله حياتي، أنت كل الحياة. فلما تئن نفسي فيا، حاضر يا نفسي هاخدك يا رب وأقولك تعالى احضر معانا. ينفع الأنين اللي أنا فيه ده؟ ما ينفعش، لأني عايش بتسبيحك، عايش بالفرح اللي أنت بتسكنه في قلبي. أقول لله صخرتي لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية، يقولون أو بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ أنا اللي تعبني يا رب أنهم بيعيروني بإله، وكل شيء يقولوا لي أين إلهك أين إلهك. في وجع وبقولك هو أنت نسيتني ولا إيه؟ مش حاشا، إزاي وأنا مشتاق لك طول الوقت وبدور عليك طول الوقت، واشتياقاتي ليه جاية من نعمتك عليا ومن اللي انت دوقتهني من محبة. فهم بيقولوا لي أين إلهك، ونفسي بتئن فيا، وأنا بقول لك أنت اللي ساتر عليا، أنت اللي موصي برحمتك، وأنت اللي تسبيحك في فمي صلاة طول الوقت. عشان كده أختم المزمور بإيه؟ بيقول لنفسه: لماذا أنت منحنية نفسي تاني، ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. إنه برجع أقول لنفسي لا، ما ينفعش، ما ينفعش الأنين والوجع في محضر ربنا، ينفع لوقت قصير بس باخده وأروح بيه لربنا وأقول له يا رب اشهد على حتة فيا موجوعة وبتئن، بس في حتة ثانية كمان بتقول قوم يا نفسي، أنا بقوم نفسي في محضرك وبقول إنه قومي ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي إلهي، إنه أنا لسه هفضل أشكرك رب في وسط الوجع والأنين، بشكرك لأنه اللي انت عملته في حياتي أعظم بكتير من الحتة اللي فيها أنين ووجع دي، هتعدي واللي قبلها عدى واللي بعدها هيعدي، إنما الشكر مصاحب للرحلة، ونعمتك وخيرك عليا هما اللي مقومني على حالي ومخليني بقف
عايش قدام الناس وعايش في محضرك. ربنا يدي تعزية لكل نفس بتئن النهاردة، وكل نفس موجوعة النهاردة، اشتاق لربنا، اشتاق للوجود في محضره، وهتلاقي الأنين والوجع ده يوم ورا يوم بيقل وهيختفي، ويفضل بس الشكر والحمد للإله اللي بيستر علينا بالنعمة وبالرحمة ويحط في فمنا تسبيحة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.